انا وصغير في كثير اسئله بتجي على راسي. ليه ما عندنا مصانع سيارات بالدول العربيه؟ ليه ما عندنا مصانع طيارات؟ طب ليه ما عندنا نازا بالدول العربيه؟ هلا فيكم تقولوا انه شبه هيدا عم يتفلسف علينا عن مسرح احلام الطفوليه، بس انه عن جد شو ناقصنا؟ شو ناقصنا؟ ناقصنا عالم؟ عالم موجوده. ناقصنا مصاري؟ كنا بنعرف بالدول العربيه كيف مصاري بتنزت يمين شمال. ناقصنا زكاة؟ انا هذا بعتبرها اهانه بالنسبه لي. مشان هيك خليني اخبركم قصتي. كان عمري 12 سنه، بلشت اتعلم عزف على آلة العود. آلة كثير بحبها، كنت مغروم فيها، بس في مشكله واللي هي الدوزنه تبع الآلة. يعني كل مره العازف بده يجي يتمرن على آلته بده يقعد ويقعد يظبطها ويرجلجها للآله. طب انا كمبتدئ ما كنت اعرف كيف دوزن، ضليتني فتره سنه ونص اما سنتين اتمرن على آلة صوتها مش حلو. بطلت حبها، بطلت حبها مثل الاول، صرت اقرف اني اتمرن لانه صوت مش حلو ابدا. بس مش هون خلصت الخبريه. لما كبرت درست هندسه، صرت اشتغل الكترونكس، قررت بدي الاقي حل للمشكله، بدي اعمل جهاز هو لحاله بيعمل الدوزنه اوتوماتيكلي. ليه لا؟ سو بلشت فتش وفكر وجرب واتعلم. بس هون العالم صار، رفقاتي اللي حواليي صاروا يضحكوا علي انه هلا عن جد انت بسام من لبنان بدك تعمل برودكت؟ انه ما نحن هي ضد قوانين الطبيعه، نحن معودين كل شيء، معودين كل شيء تكنولوجيكال بيجي من الغرب يوصل لعنا بيرفكت، نحن بنستعمله بنستهلكه. نحن مجتمع مستهلك للتكنولوجيا، ما لنا مصدرين، ما لنا منتجين للتكنولوجيا. طب ما هذا شيء كثير غلط. لا، قررت بدي اعمل انا البرودكت، بدي اشتغل عليه. ضليتني اشتغل وطوره، اشتركت بكومبيتيشن ستارز اوف ساينس، طورت البرودكت، طورت البرودكت من بروف اوف كونسبت ل انجينيرينج ديزاين بزنس، وبالاخر صار لي سنتين عم بشتغل عليه. فخليني اخبركم شوي عن البرودكت. سمبلي نفس الشيء مثل ما انا الانسان لما بدي دوزن الاله بضرب الوتر، بسمع الصوت، مخي بحلل شو فيه الصوت، ببعت امر لايدي تدوزن الوتر. نفس الشيء التيونر فيه مايكروفون يلقط الصوت، بروسيسور بحلل من شو مكون الصوت، ببعت امر للميكانيزم بيكون معلق على المفتاح تدوزن الاله. هينه ما هيك؟ لا مش هينه، صار لي سنتين عم بشتغل عليها، خاصة أنا مركزي بلبنان، يعني كل شيء بدي الكترونكس كومبوننتس بدي أطلبهم من برا، هذا توصل لعندي بعد شهرين، وإذا كانوا واصلين مثل ما أنا بدي إياهم، إذا مش مثل ما أنا بدي إياهم أرجع أطلبهم تيرجعوا يوصلوا. ما في شيء، ونحن هون البنية الاقتصادية منا مكونة أبدا لبرودكت ديفلوبمنت. هذا إذا ما بدي أحكي عن براءة اختراع، ماكسيموم براءة اختراع عم تطلع من لبنان شو؟ أرجيلة. طيب، وكمان في شغلة، أنا كنت بحاجة لتوجيه، توجيه تكنولوجي كمان بالأول أول ما بلشت أشتغل، كمان هذا الشيء ما كنت لاقيه. نحن شاطرين بلبنان كثير بنتفلسف وبنحكي، بنحكي عن بزنس، بنحكي عن انتربرينورشيب، بنحكي عن ما بعرف شو، بدكم أقول لكم عن جد شو الانتربرينورشيب كيف بتبلش؟ بتبلش لما الواحد يكون قاعد بالوركشوب تبعه عم بيشتغل ويشتغل ويشتغل ويظبط بالفكرة تبعه لحديت ما تصير، ما بتصير أبدا ايديال مثل ما هو براسه، بس إنه بتصير قريبة كفاية لتصير إنه شيء برودكت معقول ينزل على السوق. مشان هيك هلا بحب ارجع للسؤال اللي سالته بالاول، انه شو ناقصنا احنا بالدول العربيه ما بكون عندنا نازا؟ انا برايي ناقصنا بس الجرأه، جرأه نقول انه انا عندي فكره، وهالفكره لو كانت قد ما كانت صعبه ولو قد ما كانت متطوره فينا اعملها، لانه ما ناقصني شيء. من شو خايفين؟ خايفين من الفشل؟ عن جد؟ بالعكس، لازم نحب الفشل، لازم ننطر الفشل تيجي، لانه اذا بنضلنا خايفين من الفشل إذا بنضلنا خايفين من الفشل رح نضلنا عم نبرم بأرضنا، ما رح نوصل لمطرح، على القليلة إذا بننطر الفشل تيجي معقول نوصل لمطرح بالأخير. آخر شيء بس بدي أقول إنه يمكن ما يصير، ما عندنا نازة هلا نحن بالدول العربية، بس أنا من ناحيتي عم بعمل اللي علي، وهذا كان كل شيء بدي أقوله. هلا تعملكم ديمو صغير للبرودكت، في ماي أسيستنت اسمها إيميلي رح نجيب لها تيونر. عفوا رح تتعرفوا على ايميلي برا بالسوشيال سبيس بعد شوي. ايميلي هاز از جينينج كونشسنس هلا وعم تصير ذكيه شوي شوي. اند اولرايت
أميلي بعلى مزح هلا. Alright. مهضومة ما هيك؟ عفوا ضلينا ثلاث جماع عم نشتغل عليه وعملناها عملنا هذا الشيء بثلاث جماع، عن جد تخيلوا شو فينا نعمل بحياتنا بفترة حياتنا كلها سوا. اوكي اول شيء رح افرض الدوسين تبع الآلة. نشوف ان صوت صار مزعج. اوكي شوي تعود تشوفوا انه انضبط الصوت.